بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا يمكن أن يصنع الفارس إذا جرد من كل أسلحته؟ وماذا يمكن أن يصنع الطائر إذا بسط الزمن ريشا؟ كأني ذلك الطائر حينا والفارس حينا آخر، عندما قدمت ودعيت إلى هذه المناسبة، ألا وهي مناسبة عظيمة، هي افتقاد السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه. من أنا حتى أتكلم؟ أنا خادمكم أنتم وأبنائكم، فكيف بي وأنا أقرأ للسيد الشهيد رحمة الله عليه؟ لكن يصل الثواب لأمواتكم وله ببركة قراءة سورة الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أسماء سترت في القصيدة، لا أنتمي لحزب، ولأنهم شيعة علي أشعر بهم جميعا. أنا دون شيعة علي، فذكرت الأسماء ورموز هم غير معصومين، ولكن في سوح الوغى الوغى هم أفضل مني، فذكرتهم بهذه المناسبة العظيمة، لأنهم واقعا عن نفسي أحسن من عندي. أنا قاعد هنا، هم يقدمون لأبنائهم وأباهم ويضحون نفوسهم. فالأسماء اللي ذكرتها لا أنتمي إلى حزب، ولا أتشرف أن أنتمي لغير حزب علي بن أبي طالب، كان يا ما كان، شيخ فلان، سيد فلان، كان يا ما كان، شيخ فلان، ملك فلان، موسى فلان، قال آصف الذي عنده علم من الكتاب، أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. صدق جبت العرش؟ قال الذي عنده علم الكتاب: يا رحمن، أنا جيب العرش وهي العرش بلقيس، أنا قارع الباب وفارس الأكواب، أنا جيب العرش وويل عرش بلقيس، أنا قالع الباب وفارس الأكوان، أنا سبع الدجيل وقائر الأحزاب، أنا صرخة الأمم للمهد للموت والتكوين، أنا صرخة الأمم لليمن للحشد بل للصين، أنا الكل مو جزء والما فهم خسران، ها أبو فلان، ها شيخ الفشل رديت للعوجان، مو قلت لك دواعش ذولا ومبينين اساميهم كنا وعدهم شعب اسوان، ها ابو فلان، ها شيخ الفشل رديت للعوجان، مو قلت لك دواعش ذولا ومبينين اساميهم كنا وعدهم شعب اسوان، اصلهم قوم لوط. راجع التاريخ تربات الجمل وال خلها سكت فلان، يوحنا قاعد وياك قاعدة كاس وتالي ما شرب بس طلعك سكران، يوحنا قاعد وياك قاعدة كاس وتالي ما شرب بس طلعك سكران، أمس خلوا صور مخصوصة لك على الفيس وكتبوا وعدنا كل شيء لحضرتك يا فلان، ما عدهم وعدهم أو ما عدهم، ما عدهم صور للملك ويا التاج، نعم عدهم صور للملك بس عريان، ما عدهم صور للملك ويا التاج، نعم عدهم صور للملك بس عريان، ها أبو فلان شنطكم سعر للشرف من بعتوه، بياع الشرف شي عوضون أحصان، شنطكم سعر للشرف من نطيتوه، شنطكم سعر للشرف من بعتوه، بياع الشرف شي عوضون أحصان، صلاة الصبح لجدادك ثمن ركعات، صلاة الصبح لجدادك ثمن ركعات، من صلاها جتكم ذاك بن مروان،
بس سهوا ثمان ركعات هسه يجوز 10 يصيرون بعهد الملك سلمان. أحسن الله عليكم. صلاة الصبح لأجدادك ثمان ركعات. من صلاها جدكم نسل بن مروان. بس سهوا ثمان ركعات هسه يجوز 10 يصيرون بعهد الملك سلمان. ها أبو فلان رايح لليمن. أنا هذا المقطع وأسألكم دعوات وبس. رايح لليمن. لا ولك حوثيه. نعم. ها ابو فلان رايح لليمن. لا ولك حوثيين يطلبونك مشي وساعات بالظهران. الطريق البر ما تقدر عليه مفتوح. مفتوح اليمن منك عجيزان. ولك مفتوح اليمن. احسن الله عليكم. مفتوح اليمن منك عجيزان. اوعدهم حتى جن ونجيب عرشك هج مثل آصف الجاب العرش لسليمان. يوصلون الحجاز من الصبح للصين وتصدر الصين سعود لليابان. يوصلون الحجاز من الصبح للصين وتصدر الصين سعود لليابان. عليكم كش ملك من اليمن لسعود. عليكم كش ملك من اليمن لسعود. إذا حركت جند عقالك الخزران. عليكم كش ملك من اليمن لسعود. إذا حركت جند عقالك الخزران. ها أبو فلان خلها مساترة. العفوك أنت منين وحق ربك قرد ممسوخ مو إنسان. عمي خلها مساترة. ونعفوك أنت منين وحقك وحق ربك قرد ممسوخ مو إنسان. إذا جدك يعلم إبليس على التكفير طول لحيتك يا حضرة الشيطان. أحسن الله عليكم. خلها مساترة ونعرفك أنت منين. إذا جدك يعلم إبليس على التكفير أبا علو. إذا جدك يعلم إبليس على التكفير طول لحيتك يا حضرة الشيطان. مجتمع الدول بالقمة. أسأل ليش يا حج مجيد. مجتمع الدول بالقمة. أسأل ليش على شعب اليمن متحاشم العربان خنازير العرب عذرا من الخنزير. اليهود تآمرت بالكان يا ما كان. بس ويا ما نحكي ويا قلب مفتوح. إذا كلها القلب بزيغ لا بل أران. إيش مالك أغم وأنت أعمى سنين. إذا أعمى شو جاك مكلم بعميان. ها أبو فلان نعرفكم يقينا ضد أهل الثراء. لذلك تيه تيه وما يرجع السفان. طبيت العراق وشفت لا صعبين من نسوانهم تتراجف الفرسان. طبيت العراق وشفت لا صعبين من نسوانهم تتراجف الفرسان. ومن هجموا هجم وياهم العباس وما رد الا ساحة شارب الميدان. من هجموا صلى الله عليكم هجم وياهم العباس وما رد الا ساحة شارب الميدان. ها ابو فلان رجعت كربلاء بالموصل وتكريت. وجاكم يوم أحمر عاصف وبركان. الحشد الشعب جاكم ما يرد والله حالف ما يعلق الراية إلا بالسودان. الحشد الشعب جاكم ما يرد والله وحالف ما يعلق الراية إلا بالسودان. يا حيدر علي يكتب على الأبواب وكلها تنقلع تذكر البيبان. يا حيدر علي يكتب على الأبواب وكلها تنقلع تذكر البيبان. هو تفتح للتطوع باب بس مخصوص ويتطوع ويانا الكل انس والجان. ويجينا العابر وفيلق بدر وياه وسليمان. يجينا محزم من ايران وبمهد القيادي اللي ما تصدر يوم. مجاهد مختف وما يرغب الاعلان. ومحمد صدرنا يبزلحات الموت والتسعة اربعة يشق القبر زعلان. ويطلع ينتفض ويصيح حيهم صوت. أو نصر الله يجيه بجيشه من لبنان. وحكيم الطائفة محمد الباقر ذاك يرجع للنجف والقمة للعنوان. ويرد محمد الصادق زعيم القوم بعصابه يرد ويحارب العدوان. وروح الله الخميني بجفه شايل موت. روح الله الخميني بجفه شايل سيف ويسلم الراية بضفة غريسان. ويعذب بلال بصحنه والحسنين. حي على الجهاد ينادي بالآذان.
والشيعي يسجل اسمه بالتجنيد والسيستاني يفتي بمنهج القرآن. بعد اعتذار الجميع وأهدي إلى أمواتكم أحسن الله عليكم. ها 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 حرت حرت بيا شرطة وصفة وبيا شمدويا حرت بيش أبدا وصفة وبيش أبدا يا ربنا الكرمة وربنا العلا حرت بيش أبدا وصفة وبيش أبدا يا ربنا الكرمة وربنا العلا مو قصة كتاب وكاتب نقراه مو قصة كتاب وكاف من نقراه اخذها وحتى الروس احتارت بي حتى الروس احتارت بي بعلم احتار العالم حتى الروس احتارت بي بعلم احتار العالم الله يرحم امواتكم جميعا الى حسين الشهيد وبنت الهدى الطاهره امواتكم اموات شيعه امير المؤمنين القبور المنسيه الذي ليس له ذاك يذكره من شيعة المؤمنين مع الاعتذار نقرأ الفاتحة والصلاة على محمد وآل محمد.